بسم الله الحمد لله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحانك السلام يا قبلها ولا لها يا هرتي دجوغا يا خو إمغلا يا فيرنا يابا سلامة إسلام كوأه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إسكاله اسوخا يا كياني ميل قروح بضن وإلهي جعليها سبحانه وتعالى. وقوم لا يشقى جليسهم وضد شرف لا ضد كهرت إذا كم مغضى وضد كده يسنا يميت كأكفرية يميت كأخذ مين يبا إلهي أكتيسا أي كحسينهن ولا ليال. إلهي سبحانه وتعالى ما يشانكو كلنا وميل قروح بضن إلهي ميل كقروح بضن هنوكو المية جنة الفردوس الأعلى سيدا أسامه إن خيرك أسوى قادين ولاريه أسوى أجيبتين قبلها دعاء دا وبركيسا أسوى أجيبتين. إلهي سبحانه وتعالى أذنكنا دنبي يدي إنها دافو قبلها دعاء دا وهرتي نفرينا إلهي إيقنا دنبي قودها دافو ويلا شهرتي نجوغا وخيرك الضوبينا. إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى هنغوة دا صورة نغوة انت أكذب ولا عليال إن كلمة دي دو حاوية أترك أثرا قبل الرحيل يعني راد كتك انت ادنا الدنيا دان كتغن راد كتغ انت ادنا الدنيا دان كتغن سيدا اد اوغتيين الله سبحانه وتعالى مركو الدنيا دان كينيه وجيدده او نو كينيه وهي اهيد ان ان الدنيا دان ان يعني كو عيشنو الهينا عبادتي صح حقيقتنا سيدي يرى الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. إلهي سبحانه وتعالى وحى الدنيا نوك ينصدي إن نقوم أدوم إلهي سبحانه وتعالى وتعليها عبادة ديسة ينواهي ديسة وحى يعني أمرنا أمر فر فرتونا وحى أن أمرنا إن كسب إحنا أيوة دونك نوك يعني رنتي إلهي سبحانه وتعالى وحى يري كم دون إن إرزاقان أدوم هذا أنا وأنا أبوري كم كلفين إن أنا وحى سيان إن أنا إرزاقان إن أنا ماركت إرزاق إيراديان بل إسكب داعي أصدق الله سبحانه وتعالى هو الرزاق أصدق أيها إرساق يعني إرساقة يا وإله سبحانه وتعالى أصدق وصفة أصقاتي أنا جم حانا لكره ومركا أنا عمر 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 جن وجابني هاي عمر جن وجابني هاي وأنا وحير سيد الرسول كانوا شجع عليه الصلاة والسلام عمر جا ومضى إذا بويري وأنت 60 إلى 70 ولا حيسا قف جار يعني عفنا ويري هاي مركا ما دام عمر جن وترسني هاي أو معلومك هو أنا أيت هاي محانا لو كغبا هيا هدانا هي قبل المسلمات أما ويل المسلمات وحانا لو كغبا هيا هي إلهي سبحانه وتعالى إن العمر يعني ما دام ويا هي معلومة ترسن يا وحوي بلا ترسن يا ساعدة ترسن يا وحوي وحي ولا تريا أي تهاي وقف الباب يكسر دوري جيسو نول بنفتيس أنتم يا الله لا فريستو إنه إلهي سبحانه وتعالى ويعني له بالعمر يقوى أنت يرى محان محان جيسن كراء له رتي سبحانه وتعالى ان نبي رسول شيخ صلى الله عليه وسلم وحو يري يعني قف ان عدودار بو الهي سيي عدودار ايو الله سيي سبحانه وتعالى قفكي عمرغيسا 60 لا غارسيه لخدن هدي لو غارسيه الهي سبحانه وتعالى اصحاب بدن بو كو سميهي خير بدن بو كولا ماغي لكن محال الربا ادي ان اد كفايديستيد او اراد كتكتيد رنتي عمرغا بلا ادنكو وا وخ دمانيا ما اهن وخ مارتي سي جريا لكن waxa aan dhamaaneen maxay tahay waa raadka aad ka tagtay raadka aad ka tagtay ma dhamaanayo adduunyada waxa la rabaa aakhira waxa la rabaa in wax kaaga horeeyaan adduunyada in aad raad uga tagtay lama rabo in aad adduunyada isaga soo biirtid aad isaga tagtay lama rabo adduunyada raad bay kaaga baahan tahay waxa la rabaa markii cimrigaagu dhamaado oo cimrigaagu go'o in cimrigaagu raadkaagu oo cimrigaagu ka sii bato sida culimadeenii kitaabadan iyo fiqigan iyo ahadiistan iyo nooc walba noo soo alifay maanta way tageen mana joogan wayna nool yihiin wayna nool yihiin inay nool yihiin waxaad ku ogaanaysaa qof walba waa u duceynaya waa u duceynaya qoro waxa weeye qof yacni qof walba wuxuu leeyahay raximahu llahu fulan wa fulana qof walba wuxuu ka tagay waa loogu yacni waa loogu duceynaya nebi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waa tuu dhahay wajcal lii lisaanan fi laakhiriin buu yidhi ilaahay oo dadka dambe kalaam iigu yeel yacni oo yacni la iwxusaa oo la ii duceeya calayhi salaatu wasalaam waanaga dhahayna way ku ducaysa ugu ambiyada way ku ducaysan jireen marka waxaa la rabaa inaad asar ka tagtid iyo raad yaa
علماء يعني دين تانا سوى قارسيسي وانتا يعني عمرقان انكو هذا جرنا انكو هذا عيشنا اللو هذا فائدي اما انت مجرى قري قريها صومالية كمدا اما مجتمع مسلمين تا كمدا الا علمي البابد وقراعي ما انت واحد جهلي اللي يسوق عدو داري ملاهن واحد جهلي اللي يسوق عدو داري ملاهن قف والبا وحوية علمي انتو ارضي والبابدي قراعي البابدي بو قراعي علم النقود با والله وضع قباء تدخل علومي وضع النقدين مركا محار ربا انا كيف فكرتيد محاكا عدن بيايا محاسا كاهو الرأيا محاكا عدن بيايا محاسا كاهو الرأيا إلهي سبحانه وتعالى وحليه سورة الشورى من كان يريد الحرث من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب إلهي بالفير سبحانه وتعالى حريص تيسا بل ما أنت وحى لجرب قلبك آيات سنا أوبن دكتت أنا وارد أنا أوبن دكنا الدنيا متكي دون يا ليري وعلى سين وعلى سين سيد إلهي آيات كلا كويري ومن كان وحكويري الله سبحانه سورة إساء كويري ومن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد qofkii adoon doonaya waa la siinay maxaa laga siinay marka waxaa laga siinay inta loogu tala galay kaaga badan mayso kaagana yaraan mayso waliba qofkaan doonaan siinay nabi allah subhanahu wa ta'ala adigu si kasta u raadiso u dalabtid wixii lagaaga qoray ma hay wax kale ka qaadi maysid haye waman kana yuridu harta al-akhirati nazid lahu fi harthi bal yafiriya hada adunyada dalabtid adunyada waa lagu siin baa lagu yiri laakin akhira hada dalabtid akhira iyo adoon waa la soo qaadaraya adoon iyo akhira waa la soo qaadaraya هكو آخر سيجن الدنيا ير أو قليل أو خدعة في سماع الماء هكو ها آخر سيجن نفط إذا نفط نوي هكو آخر سيجن وحي ير أو قليل أو صندر يرتع هكو آخر سيجن ما دام الله هو بلنا قاضي حتى آخر الرادس إنه كسينا يا الدنيا آخر لسوق خاضر يا آخر هذا حيو قصار الدنيا كينا راد وقت راد كت كت جيسد محيي مركع راد كت كت جيسد وين علم النقضاء علم وين الوقت تا الدنيا علمي من علم علما رسول صلى الله عليه وسلم يحيى يحيى بها صدقه جاريه ام حكم اذا ودك كتغو ددك وين العلم غبرتا انغو دن علم الهي هو نبري هدانا اسيا سينين واخ كستان برني علمدي وين ما هاغر بخين هدانو دمر نهي واخ وي علاداس وان وان هينا الحمد لله لكن الهي انا غسوليو قفل وخليه انو واخ ما اقانو ولا شيء الهي يعني وحيابها قفك بلا ادنكا باقي ونقني oo markuu qabriga galo u soconaya waxa kamid ah in qofku dadka cilmiga baro waa inaad dadka cilmiga bartid inta awoodid yaa culumadu waxa weeye fadli bay leedahay fadli bay leedahay culumadu oo qofka caalimka ah sida dayaxu xidigaha uga sareeyo oo uga iftiin badan yahay ayuu u yahay dayaxa iyo xidiguhu miyay siman yihiin ma sinna dayaxu dhulku ifinaya asna waa isifinayaa xidiguhu laakiin iftiinkooda iyaga ma soo dhaafo marka waa inaad noqotaa kala qayis sida roobkoo kale waa inaad noqotaa haddaad tahay gabar muslimad ah naftayda ugu horeysa waa inaad wax anfici kartaa waa inaad dadka wax anfici kartaa dadka cilmiga waa inaad bartaa yaa cilmiga waa inaad dabta waxyaabaha laga tago waxaa kamid ah cilmiga kamid ah cilmiga kamid ah waxyaabaha laga tago waxaa jirta todoba arrimood oo rasuulku noo ballanqaaday sallallahu calayhi wasallam todobadaas arrimood waxaa la yidhi qofka qabrigiisa ayay ugu soconaysaa asagoo dhintay kaannama asagoo nool buu la mid yahay waxa ugu horeeya waa inuu qofku dadka cilmiga baro cilmigana fadligiisa laydinkaga sheekayn mayo waladiina uutuu lcilmi darajaat buu ilaahay subxaanah wa tacaala mu'miniinta iyagoo wada siman oy wada mu'miniin yihiin baa dadkii cilmiga lahaa ilaahay darajaat buu ilaahay siiyey ilaahay kor buu ka yeelay waa inaad ku fikirtaa marka inaad ku biirtid dadka ahlu cilmiga ah oo cilmiga barta oo dadka bara oo ku guulaysta inuu dadka shareecadan islaamka nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuu tegey waxa naa'ibka ka noqonaya waa inaan noqonaa naa'ibaatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam inaan diinta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam maadaama uusan soo noolaanayn shareecadan ceello uma qodna cidna uma maqna gabdhaan nahay waa inaan wixii tabarteenna ah aan dacwadan ka yani uga qayb qaadanaa cilmiga maxaa ku xiga yaa waxaa ku xiga cilmiga dadka inaad barta sadaqa jaariya kuu noqoni haddii maanta lagu soo aaso yaa oo aad adduunka ka gadoodo ka raaxishado ka guurtid waxaa kuu soconay cilmigii dadka aad bartay awlaadaada aad bartay
jiiraankaaga aad bartay saaxiibada aad bartay asaguna dad buu sii baray wuu gaari adigana wuu ku gaari intaad nooshaana waa asar adiga ku daba yaalla macalimadayda allaha u naxariisto macalinkayga allaha u naxariisto shiikhhebel allaha u naxariisto culimmada ducadaas iyo wanaaggaas iyo barwaaqadaas ay ka dhargaan haddaad kuu soo biirtid dadka cilmiga leh nimcadaasaad helaysaa nimcadaas ayaad helaysaa waxaa labaad oo ku xiga aw ajraa naharan waxyaha sadaqata jaariya oo raad ka tag baa lagu yidhi moogta adduunkii ka guuree hadda guurta cimrigaaga dhammaaye wixii hadhow cimrigaaga kabi lahaa oon kaa dhammaanay waxaa ka mid ah cilmigaas waxaa ku xiga inaad dadka aad yacni webi meel uga tallaashid oo dadka aad maaragtay yacni dadka waraabisid oo dadka aad biyaha ku anfacdid abaarahan hadda jiro meel walba ka socda dadkii inaad anfacdid abaartoon dhicin ka hor waa in wax la samayn karo waa in kanaala la samayn karo waa in biyo la diyaarin karo waa in ceel la qodi karo haye kan labaadna waxaa weeye aw xafara bi'ran inaad ceel qodid maxaa ummadda soomaaliyeed gaajada ku dilay dhibicda cirka ku sirtay yani ku jirta unbaa la sugayaa waxaa la rabaa inta dhibicda cirka yacni ku jirta ay socoto in wax la samaysto in ceelo la qoto in kanaalo la samaysto in waxa weeye barkada la samaysto dadkan hadda masaakiinta oo gaajada u baktiyaya saa u ooyaya annaguna aan raaxadan iyo nimcadan ku noolay waa laysweydiini dadka u maqnaan lahaa waa dadka magaalooyinka jooga wax bartay waa dadka cilmigu gaaray waa dadka la rabay inay iyagu dadka u fakaraan laakiin bal iska wadaa waxaan u fakarnee annagii baaba yaa allaah dirqi ku jirna nufuustaydii baan dayacnay marka inaan madax kor u qaadno oon dadkeenna wax u tarno camal adiga ku anfacaya markaad dhimati kadib ku fakar haddana ku fakar wixii hadda kadib kuu socon lahaa haddaad hadda ku fakarin maxaad gaartayba soomaalidu waxay dhahaan qofka aan wax soo socda aan aqoonin qofba ma ahan wax soo socdaa laga fakaraa war caawa haddaan dhinto oo naftu iga dhacdo ilaahay kitaabkiisa iyo rasuulka sal allahu alay slam sunnadiisii maxaan gudbiyey meeqa qof baan soo saaray meeqa muxuut iisha mashaariicoo khayraan sameeyey waa inaad ku fakartaa sax haddaadan ku fakarin shaydaanku waa kaa shaqaysanayaa qalbigaaguu ku ciyaarayaa waxa weeye meelaad joogtay isma ogid inaad wax qabatay diyaar uma aha inaad adiga maskaxaada ka fakartay diyaar uma aha marna waxaa lagu maqan yahay taleefoonka marna sheekaa lagu maqan yahay qof waa inuu helo waqti uu ku fakaro waa inuu helo waqti uu maaragtay uu qiiroodo dad waxaa jira gaari waayey oo jecel laakiin ilaahay baa gaarsiinaya cilmiga dadka ehelo cilmiga ah dadka wax tara haddaa rabdi inaad noqotid waa inaad wax badan ilaahay ugu dhowaataa sadaqo khaasa waa inaad u baxsataa balaayada ku hortaagan iyo dunuubta ku hortaagan waa inaad allah subxaana wa tacaala weydiisa inuu kaa dulqaado sadaqo khaasa waa inaad u baxsataa dare ilaahayow tilaabo iyo meel fiican inaan gaaraan jeclahaye waxa iyo hortaagan ilaahu dartaa iga qaad waa inaad ku tawasushaa ilahay weydiistaa subxaana wa tacaala oo sadaqo khaasa u baxsataa maxaa ka mid a waxyaabaha asarka reeba maxaa ka mid a inaad timirta tallaashid man aqrasa naqlan geedaha inaan tallaalo maba naqaano geedo la tallaalo sax dadkeenna qorax bay u dhinteen soo ma ahan geeda in la tallaalo ma naqaano qof walba hadduu inta waddankiisa iyo tuuladiisa ku noqdo uu geedaha abuuro oo halkaana cagaarka laga qaatay meel walba uu geed ku abuuro oo shimbirtii harsato oo ehelkii harsado oo qaraabadii harsato oo xawayaankii harsado oo waxa weeye mirihii laga cuno ajar kuu socdo weeye inta aadan markaad guurtid kadib ajar kuu socdo waa inaad ku fakartaa marka anugu goormaan horta geeda tallaali doonaa goormaan ceelal qodiga doonaa goormaan muxuutii ii sheegay cilmi dad bari doonaa ilaa waxa weeye ka faa'iidaysan weeye waa way tiro badan yihiin qof walba wixii u fudud buu ka gelayaa soo ma haye tan kale waxaa waaye oo ku xigta man banaa masjidan taas aada un jecelna man banaa masjidan masaajid qof dhisaa la yidhi waa qof yacni sadaqo jaariyaa ka hartay yacni masaajid dhisidiisa way fiicantahay waana ku dadaalay sidaan ugu dadaalana oan yacni hadda aan meel walba masaajid ay ugu taalana waa inaan macni yacni kelmadahan kaloon soo sheegnay ceelashii cilmigii muxuuta wabiyaashii la tallaalayay waa inaan iyagana ku darnaa masaajid laydima sheegay soomaali masaajid looma sheegayo soomaaliyo waxaan loogu sheegay meeks masaajid baan ka dhisnay ilahay ha nagu anfaco subxaana wa tacaala waxaa ka mid a waxyaabaha qofka asarka iyo raadka ka reebaya man warata musxafan qofkii dadka kitaabo u qora qofkii dadka kitaabo u qora risaalooyin u qora cilmiga dadka yani cilmigii yacni sii nashriya oo cilmiga sii gaarsiiya dadka waa ka mid a waxaa kaloo ka mid a qofku inuu ka tago walad saalixa oo u duceeya walad saalixa oo kuu duceeyo inaad ka tagtid weeye oo markaad dhimatid ku dhahaa ilaahu hooyaday u naxariiso ilaahu aabbahay u naxariiso kaa fakara oo kaa naxo sadaqo kuu bixiya waa inaad yani ka faa'iidaysataa qof walba meeshuu ka geli kara weeye
ولد كاسنا وكود عينيا وتحل كاس وحال وشيء تضرع رماد بالو شيء وأنا القف علمي العلم جدك برتان علم جرياد بكون نقني وأنا دتك عاد وبياش أطلعشة والله تنصد حال وأنا العيلش قردا تنصد أفراد وأنا تمير تطلعشة يجيدها على هرصاد لغو انتفاعه وأنا تطلعشة تن أفراد وأنا المساجد الاستا هذا رد الرياض كهروي هاي تنشنان وحوي إن علم يعني كتب إن النشر شو قرتيد تل حال وحوي إن الولد سالح كتكتيد أو ولد سالح أو كود عيا إن كتكتيد وأنا شوف دي بنبيك عقب باهنتها إلهو المنصي ولا دها لكن إلهو المخير قال المنصي كود عيسى إن شاء الله وإن هي ليس الرسول هو صلى الله عليه وسلم ذاتك وحى وغن نفع بدن يا ذاتك وحى إلهي وحى وقدش عليه أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ذاتك إلهي وحى وقدش عليه ذاتك وحترى ذاتك وحترى ما كنت فكرنا إن ذاتك وحترى نهارت من سمانة فإله على السجرية هذه شاشة الميديا اللي جوه يا هذه محيطة إشيك أنك قبيلك الله يعب يا هذه أنك كلاو مارت أرضا لأهده ما ذاتك على أنفع من سقفه بقفه أوله وفيلها جرى وأنا نقطة أنفعهم للناس دارت أعماش إلهي وقدش عليا وحالي وإلهي سبحانه وتعالى وحوده هاي وذاتك وقف عن وحاوي ذاتك أنفعوي وذاتك أنفع وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخل على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تضرد عنه جوعا ولأن أمشي برسولك عليه الصلاة والسلام مع أخي مسلم في حاجة أحب إلى من أن أعتكف شهرا والفير عجيب فير وحو قدش علي أعماش إلهي قف مصرنا وقلبي كيسا فرحات قلس كو إنها كربك فيدي كربة حيسا إنها كفيدي سيادنا إلهي كرباتك يوم القيامة يكو أدنك إلهي كايق فيدي تنكلاو حواه إن الحاجة يعني اللسو قبتيد تنصد حالو حواه إنها دين كبحسيد هاي أما أدقاتك عيرسي كاتشدان بيرك اللي هو ذا هيو وأنا لو هزم لي هذا يوحي أبعد بحستي خلاص أنا مركو كوي ما هذا وأنا قانط وأنا قانط كل هذا مساكين وأنا قانط كل هذا دعوة وأنا قانط كل هذا لا مرة بق خلاص كسوق جار أو شهر يقابل بيش كوي ما هذا قفل بحق وأنا كسيسة مسكين كوي كهربا دعوة وين كهربا أقانط كوي كهربا وأنا قيبت على كبحستة سيره سبحانه وتعالى وحاء كوكو بركة هي تنكلم حواي وحي رسول الله عليه الصلاة والسلام قف مسلنا إن الحاجة لسوق جدو أن الله صعد ميرك سلام مرة إيه إن أنا مساجدك بالحفر اليوم أنكو اعتكاف وحق يكفي عن بيري إن أنا قف مصلنا دن الله سوقته ما أنت أرين تسمي جرتا قف الوحوة وأنا أنا يعني قطيدة إيقاد دات صبونها صح مارك إلهي خير كان وافتيو وإن أنا يعني كف كرنا أدونك وأنك تغينا محان وتغينا أدونك وحان وتغينا وحواناكسن يأثر وناكسن وإن النيوتا ولا شيء إسلام كاهي يا نفط يدوي وأنا هدا ميوتا أدونك محارب ربتها أنا دقتك تل آخر أس أنا جيست محارب ربتها أدونك وحد دقتك إلى هدا هذا كيف كرمين هذا وكذا والله جو قباني موت قفلة جو قباني هذا هو لي ماشي الرب جارين ما كإلى توفيق ده أنا وافتيه حقنا الله نودي له وناجنا الله نوافتيه قبلها مسلمات كان إلهي حتى صو أود إليهن أود وين أي إليهن إلهي أود له حتى صو قبله وحول بيبرتين جامع عليه قبل حين وحول بيبرتين إلهي أودو ذا حتو سبحانه وتعالى انت أصلا كسر وكينينا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.